حلوت عبد القادر الكاتب الجهوي للجامعه الوطنيه للصحه المنضويه في الاتحاد المغربي للشغل بجهه الشرق. اليوم حنا كنحضروا في هذه المعركه او الخطوه النضاليه ضمن معركه مستمره نتاع شغيله القطاع بالمستشفى الجامعي بقياده المكتب موحد الدين القبيسينا، وكنحضروا موقع اقتناعنا مشروعيه مطالبهم ومشروعيه القضيه اللي كينضلوا منها، وقناعنا كذلك بان الاداره بلغت درجه من الفساد اللي ما بقاش امكانيه تاع التعايش مع بالنسبه للموظفين او تحمله. وبالتالي دابا حنا اليوم كنتفاجئوا في الوقت اللي وضعنا مراسله للسيد الوالد الجهه الشرقيه على اساس التدخل واشراف على حوار يجمع للمكتب مع الاداره على اساس ايجاد حلول، كان توصلوا بمنع المسيره، وبالتالي حنا كنعتبروا الا كانوا المسيره منعوها اليوم فاحنا عندنا اشكال عديده ومتعدده اللي غتجي في القريب العاجل، وضمنها تصعيد المعركه على مستوى الجهه الشرقيه وعلى اساس ان الحوار يكون جهوي تحت اشراف والي الجهه الشرقيه مع المسؤولين في القطاع، لان الفساد ابلغ ذروته، كيتحرم العامل بالقطاع وكيتحرم المواطن كذلك من حقه في الصحه. جيوم محمد نائب الكاتب العام المحلي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وجد تابع للاتحاد المغربي للشغل. كما كنتوا كتابعوا معنا عبر المنابر الاعلاميه مجموعه من المحطات اللي جسدناها سابقا، درنا اعتصام، درنا اضراب، لقينا واحد التجاوب صراحه من الاداره، عطتنا الحوار لكن حوار اللي ما استطعناش به نخرجوا من عنق الزجاجه. اليوم كنلقاو راسنا مضطرين اننا نديروا هذه المسيره اللي خرجت من الاسوار ديال المستشفى الجامعي نحو الولايه، كنستغربوا هذا القمع الرهيب اللي تعرضنا له من طرف قوات الشرطه، مع العلم ان المسيره ديالنا كانت مسيره سلميه بمطالب مشروعه. المطالب راه هي باينه، راه كلشي كيعرفها، منحه ديال كوفيد على غرار باقي المستشفيات في المغرب مازال ما توصلناش بها، منحه ديال المردوديه كتعرف اقتطاعات اللي هي غير 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 معقوله، احنا مسؤولينش على التاخر باش انهم يديروا لنا هذه الاقتطاعات هذه. المركز الاشفائي الجامعي بفاس وكذلك بالرباط شدها كامله، احنا كنلقاو راسنا كنتعرضوا لاقتطاعات اللي هي غير مشروعه. النقطه الثالثه حركه انتقاليه شفافه داخل المستشفى الجامعي داخليه اللي هي تعطلات، ما عرفناش علاش تعطلات، باقي الناس كتعاني بنينوت سيرفيس اللي هما بروفيزوار اكثر من عام هذه، كنطالبوا ان الاداره انها تفعل حركه انتقاليه في اسرع وقت ممكن. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.